تابعونا على راديو اكسبريس اف ام بوان كوم. زون ميكس، رجعنا لكم من جديد في زون ميكس، متواصلين مع ضيفنا اليوم اللاعب كريم العواضي. كريم، ما كنا حكينا في الرابعة تجربتك في الافريقي، بعد وصلنا مشي لألمانيا، ما تواصلتش برشا، هل استشوار عملت في ألمانيا؟ شوي يظهر لي مي صحيح، ما تواصلتش برشا بحكم نقول لك ساعات تصير حاجات اكسترا سبورتيف ما نجمش تحكم فيها انت. انا مشيت للجمعية لدوسلدورف، تعرف اليوم كنا شوى كان غلط شوية، خاطر كان عندي شوى واحد يخرج بلجيكا. مينا شنية الجمعية كانت؟ والله جمعية باية في بلجيكا وقت ما حبوا سرطة الكل تسايبني. كما قلت انا بحكم غرامي نحب المانيا ونحب كل شيء، حتى جامعتي معنا البايرن يعني. انا شوى كان غلط بحكم ديما قلت لك ثم حاجة ممكن الناس لازم تعرفها تو، كيفاش تختار شوية لازم اول حاجة تختار البلاد اللي باش تمشي لها تعرف معناها الكوميونيكاسيون معاهم تكون سهلة. فهمتك. اللغة كانت صعيبة غادي، وحاجة أخرى يمكن زاد أنا الجروب اللي طحت فيه اللي فيه برسنتاج كبير متاع يهود وكلنا احنا، فهمت كاو معنا يمكن أنا زاد ما صبرتش كاو، أما ديما نقول معنا تتعلم بالخايب. ما تأقلمتش معاهم معنا، قلت ديانات أخرين ويحمد أقلمتش معاهم أكيد ديانات. أنا نذكر في رمضان يعملوا في كل الشهر الشعب، فهمت مثلا معنى يزمك تفطر يزمك تعمل يزمك هو الهنا ويفرض وانك تفرض ايه يفرض ذيك ثم حاجة بينك وبين ربي، مثلا حد حاجة بينك وبين ربي يعني مش ما سيأخذ عندك كل شيء، اما تحب ولا تكره ديما ترجع الربي قبل كل شيء. انت معنى تعقبت في برشي فلوس، تعقبت مية ديما قلت لك ايه كاو ما صبرتش، وهم بليس هم عندهم حاجة اللي تحب ولا تكره. نجم يقول انا زاد غلط يعني انا ما صبرتش مية، هم بالرسمي برو بطريقة انت بطريقه غير عاديه. حتى جاتني اللي شويه باش نمشي للجمعيه الاخرى، قال لك لا يا تقعد معنا يا ترجع نسيبك لبلادك. انت قداش عندك وانت بقى وقت عمي انت مشيت في ترانسفير لسبيرونسا ولا فسخت معاهم ولا كيفاش صار كل ترانسفير ومن بعد تفسيخ، فهمت بري ومن بعد تفسخ ولا عليك. طلبوك جمعيات معنا اخرين في المانيا؟ ماشي ثم جمعيات اخرين وقت طلع خاطر ديما يلعبوا، ديما قلت لك في الماتشات اميكال معناها نلعب ونشوف وحاجه اخرى يعني معناها سي ما لعبتش برشا مين ندخل في الماتشات معناها زاد. حتى في دوسلدورف عملنا بريسك 18 ماتش من غير خساره. فهمت فاهم يظل لي مذكره في 12 ربح و6 نيول، فهمت وعندنا جمعيه باهي وقتها عملتها فهمت كا. وان بليس كيما قلت انت بكري اول حاجه قلتها لي وقتها مشيت نادي الفريق ثلاثة فلوس اللي حتى غادي مشيت ثلاثة الفلوس ثلاثة تروح كابيتان كابيتان وتزوم كابيتان تروزيم كابيتان مي هذا كل ما يفرضش اللي الحقيقة حتى كي نعملوا لي تيست فيزيك نعملوا واحد ديما احسن واحد. مي كيما قلت لك ثم حاجات ديما نقول لك ترانسبورتيف اللي نلوم فيها روحي انا قبل ما نلوم كل شيء اللي باش تتكلم معاهم وباش تعمل يلزمها وقت. فهمتك. كيما قلت انت بكري ذي اللي شويه ديانات اللي خلتنا مش كان نحب نركز في النقطه هذه. ايش معناها ما فهمتش بالباهي؟ تعرف اسمع تحب ولا تكره، انا قلت لك جروب فيه بريسك 100% منهم معناها يقولون احنا يهود هاي فهمت. انا حتى كي معاملتهم معاك مش معاملتهم مع يقولون احنا فما شويه عنصريه في المانيا تحس شويه أنا في ليش توه أنا تحس شوية من عارش ألمانيا كل كيفية خاطر ما عنديش تجربة عليها فهمت، أما تحس شوية فهمت معناها ساعات حتى في اللي يقولون إحنا في اللي زونترال ما تصير حاجة فهمت، تدخل معها أجريسيف ولا حاجة يتقلق فهمت، بركان تدخل معها واحد أجريسيف يحسها في عادية في الكورة فهمت، صارلك مشاكل فعلا من ناحية صارت شوية فهمت. به العودة لتونس عايش كنت من بوابة إسبيرانس كاو يظل وقت درجة تحب من حاجة بيفو صارت لي كونتاكت معايا امتى ما جا كل شيء سهل نقولون احنا كما قلت لك ما فما جوار معناها تجي لشوا متاع جمعيات الكبار وكل كانوا فما ديزوفر اخرين كانت عندي واحدة من دبي انا من الامارات الكلوب ما كلموكش وقتها؟ الكلوب كلمتني من بعد ما صححت وصي فهمت. كان كلمه قبل شنو كنت تختار؟ الله أعلم ما أكذبش عليك في مش نقول لك أي ولا مش نتنافق مانيش ما الله أعلم، خاطر في الوقت هذاك
نمتم انا مش نجم نحكم لما يرجع بي الوقت الله اعلم اللي يدفعك فنمشي معه نجم يكون فهمت رد فعل الجمهور مثلا تاع الكلوب في الشارع كيوضك بعد ما صحت من الاسبيرونس رسبنيت ما صار حتى شيء العباد عاد متفهم قبلوها معناها خد فهم برشا من اللاعبين اللي فزدوها يقولوا مع جمهور الكلوب كي يمشوا للاسبيرونس ولا حتى العكس بالعكس انت ليه انا حتى كي تصير انا مش نعمل ديكلاراسيون ولا حاجه ما نلوم حد وما نعمل حد فهمت انا قلت لك انا ستانجوار بروفيسيونيل صحيح ديما نقول ديما نقول الكلمه هذه للنادي الافريقي اللي هي عرفتني وكل شيء انا نبقى ولد مقري انا شغلي كله عديته في مقري فهمتك انا هذايا دي شوا نتاع واحد سبورتيف نتاع جوار اللي ما نتصورش بيجيك جمعيه كبيره باش تقول لا صحيح كيفاش قيمها التجربه في الاسبيرونس؟ قيمها هذول هزيت الترويات معها لعبنا برشا ماتش شويه باهيين ما نتصورش انا الحمد لله يمكن معظم الجامعات لعبت معهم معنا توجت معهم معنا ديما نقول تجربة كانت باهية وكان إذا كان نقولوا مش ناجحة ناجحة متوسطة شنو تحط ناجحة ناجحة ما بريسك دي حتى كان تشوفوا تجع الاستاتستيك معنا بحكم يانا اللي بوصلنا العفاء بلي موجودين معنا بلي موجودين بالاستاتستيك نتصور أنا ماركة أكثر واحد فيها ماكي في 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 الجامعات الكبار الكل وفي الماتشات يعني الماتشات اللي نقولوا نحن ماتشات قلم يعني الكبار كل ماركت فيه فهمت علاش خرجت في المكتوب ما يمكن وقتها يحبوا يعملوا يقولوا نحن يدلعوا يطلعوا جينيراسيون جديده وقت وليدات صغار نتاع حب عبود ونغموشي فهمت وجد وقت انا ذكر كلو نحنا أنا بقى لي 6 شهور على الكونترا بقينا كافي في معناه كلام تعود ولا متعب ودش ما فهمت أما خل خس ما لما ريت منهم حتى شيء خايب الحقيقة وفي المكتوب كا فهمت في استعد عاود رجعت لانسيت رجعت اسمه من جديد خلينا نقوله كانوا بهل يمكن تجربة باهية قالوا كما سيرت لا أكيد به يمكن أنا وقت كلمني لسعد الدريتي وقت أنا في التراجي ومزالي 6 شهور والبريود هذيك نتاع استاد اللي بريود صعيبه برشا تلعب عطيه من عطيه في الماتش حتى 90% طايحه 90% طايحه في الالي معناتها في الالي ويظل عنده 5 بوان ولا 6 بوان بالرسمي طايح انا حتى جوار كي باش تقول له كان يلعب في قلنا احنا النيفو ديما مش معناها النيفو نتاع الترويات مش معنى تمشي للتير مش معنى استاد جامعه كبيره انا نحكي على الوضعيه اللي فيها فهمت انا وضعيه نتاع تير باش تقول انا اللي عملته الكل خاطر تير اصعب من ديما النقطه الكحله تقحل ماني معروف فهمت كلمني سي لاسد قال لي راه توبه انا واحد من الناس نحبك المهمات الصعبه فهمت نحبه فهم اللاعبين يتمسوا يمشي من الاسبيرونس يطيح النيفو شويه انت ليه ديما نقول لك الحاجه الباهيه اللي تكتمن بروحك وكل شيء يتم انه نقولوا تم زاد بربي لكل شيء اللي باش يعملوا لك راهو مكتوب لك هذا ما نجمش انا نبدله مشيت وقتها ووقتها ثم جروب باهي زاد في الروتور كي حسبونا في الروتور قابلنا ثاني انت والحمد لله ما نعطقت جماعي انت اللي لمومون ذوكم تاع المنع تاع استاد اخر جوله ولا جوله قبل الاخره وقتها هي جات بين الاخره وقبل الاخره اللي بزهرها للاخره زوز ماتشات الاخرانيين نلعبوا كونتر الجامعيه طلبات يو بيجا وقتها هي بيجا وتوز وتوز بيجا في بيجا خدمنا المعنى نقول ديما كيش نقول كيف دو جروب بي حتى الزهر يخدم كنا نلعبوا في بيجا اللي بزهر هالماتش اللي قبلها تعاقب الجمهور انا لعبنا غير الجمهور ونحن في كوربي فهمت ما تحب ولا تكره كي وصلت بيجا عملت 2 هي تمنع بيجا فهمت كنا ربحنا واحد بليش غادي انت ماتش كبير وقتها وبعد جينا لتوزر وين في زويت انا بحنا واحد بلاش كنت مدلل شوية في استاد مدلل الحقيقة مدلل سيرتو من رئيس النادي سيانوار يعطيه صحة وولده زادة وجمهور اللي الحقيقة يحبني برشا وعنده محبة خاصة لي تقول مدلل عليه خاطر عارفوني انسان ناخذ بقلبه رب حتى الوليدات صغار اللي طلعوا ديما انا حداهم نعاونهم بالكلمة الطيبة نعاونهم باللي النجم فهمت ممكن ثم حاجات ثم مره صارت الناس ما تعرفهاش اللي عنده حقد ساعات تقول جوار شبيه يعمل قريف احنا ديما نخلوا عليه الجوار عمل قريف ما نقولوش
شوف معنا هو عمل الجريف شوف عليه عمل الجريف انت جيت بيريود نتاع نقولوا نحن بيريود نتاع فلوس فماشي فلوس تحس ولا تكرم انا حياته معنا مش عايش وحده انا وراه عائلات وراه برجع حاجات تعملوا طيب حبوا يعملوا جريف النار انا مانيش مكان انا مانيش كونتر ولا بورا معنا الحكايه دي راني ديما نقول كل جمعيه وامكانياتها اما انا الحقيقه ديما نقول كونتر للجريف شو عملت انا معنا نجمش وقت البريود نكاورو في تعملوا جريف اوكي برا عملتوا جريف هزيتوا مشينا ترينيه امتى عملت جريف معنا ترينيه ما حضرتش في التيران اما انا ميت الاولاد مشينا ترينيه واحد فهمتك امتى هكا على الاقل تخسر انا نقولوا نحن في عيني في عيني اللاعبين تخسر تخسر نقولوا نحن اونترالمون ميلان عملناه واحد ما تخسرش انت السيوم والله نتذكرهم بعد لما كنا عارف كنت شكون لعبنا وربحنا اثنين بليش ولا في زويد فهمت علاش قلت لك كنت مدلل انا كريم ما عرفش عندي معلومه قول لي انت صح ولا غلط انت اكثر من لاعب كنت تخلص في 10 سنين اللي خاينين في الستاد لا لا مش صح ولا لا مش صح علاش خرجت كما قلت لك انا ماك العباد اللي عملت عام ونص حتى العام الثاني وقت عملنا عام به وقت نحن وجرجيس شفينا كاتريم ولا سانكي عملنا عام باهي باهي وقت حل هادي النايف راهو الجواري ماركي في هادي النايف صحيح فهمت كل هذا جات ديزوفر اللي جات من الرياضي الصفاقسي فهمت وتحس بريود هذيك اللي الرئيس يحب يخرج سيان ورا خدم وكل شيء ونسي كل وعدته باش تعمل وفي لي مومون يلزم الناس تقف معاك وما نلقى حد الحقيقه انت وحاجه اخرى زاد لسعد الدريد يسكب الشوق مش بالشوق انا تحس الرؤيه مش واضحه فهمت يعني جتني وقت انا زاد كيف ناسيونال كان ذاكر وقت في استاد كيف ناسيونال وقتها جيت قلوا نحن خرج كلام من النادي الرياضي صفاقس معنا حب عليا وقت صاحبي وعشيري الحقيقي اللي عليه معلول اللي وقت نمشي وستاجيتي يكلمني شبيك ما تجيش معنا وشبيك وقت البريود هذيك خرجوا برشا جوريت من الرياضي صفاقس قلت له علاش لا قلت له انا مش مازالي في الكونترا ومنتو نخرج وقت زاد ما تحس روكي ما قلت لك رؤيه مش واضحه في ناصر البدوي هزك ناصر مش اللي هزني اللي هو تفاوض معايا اي كيف عاودت في صفاقس ديما الكلبه عاود طلعت ديما طالع معناها من استاد مشيت عاودت بلانسيت روحك من جديد الحمد لله حتى استاد لا منسى خاطر تحب ولا تكره استاد جامعيك بي نحكي على استاد انا استاد راجع معاك بما حدك مشيت كملت في نفس الكوره معناها انا ما كنتش فاكر لو نحن اكزامبل جمعيه هكا لا استاد راجع معايا بكلمتها في البلاد ووزنها فهمت من ديما نقول ثم ظروف ساعات ما تخدمكش اللي هي ديما نقول انا استاد كان جيت في بلاس اخرى مش في تونس راه خير برشا من هناك امور فلوس ومعاونه امور كل شيء فهمت وبعد مشيت ندرس في اقصي لقيت زاد جروب اي تجينا زاد شكون جا الانترونور محمد رسول الله جينا وقتها كان معاه انترونور برتغالي مشى وجينا اللي كان يعني في بوركينا فاسو صحيح عرفته نسيت والامور وقتها مش قد وقت انا درس في اقصي وقفت وعملت برشا معناها عملت انتدابات باهيه وجابونا شكون جابونا وقت انترونور لا اسمه ولا تبتوش تلسان نسيتهم تلمو برشا غلط على قد عندي انترونيت مختلف كريم في الاخر كان فمانين تعطي شبيب الفريق وجعلتك شويه خارجه من السياسات ولا ولا لا اسمع تحس كالم وسالم نلعب على روحي تحب نقعد نقعد تحب نخرج نخرج بيناتنا اخوي بيناتنا شوية الحشيش الأخضر أي والكورة مش تقول لي أنت حبي شاب ليه دي أنا ما عنديش أنا لغة تشبيب راي ما فهمناش في تونس لغة تشبيب طبعا احنا في تونس مازلت لغة 25 سنة مازال صغير 28 سنة كبر صحيح طيب شامل الكارير الله أعلم نحن مازلت عادنا في تونس ما فهمناش تشبيب سامحني مش تقول له تشبيب شبيك يجيب شعاد الكونترا كيطلب فلوس ولا ما عادش شاب فهمتك أنت ولا الكبير
أنا من اللغة هذه زيد أنا نرجع لك بيه في العام هذاك مختاريني لتشكيلة الكأف مختاريني أحسن 30 من أحسن 30 جوار ما أنا محلي صحيح أنت فكر أنا أنت بيش تقول لي تشبيب ولا مش تشبيب ثم دي ما نقول ثم إدارة نحكي أنا الإدارة الثانية أنا مش مين الإدارة الأولى الإدارة الأولى المعسي لطفي اللي عدنا بالرسمي جمعية اللي ثم دي نقولوا نحن حاجات صغيرة اللي خسرتنا في الشامبيونات الشامبيونات تاعنا هذيك مصورش هذول اختي ثلاثة جمعيات وفوتنا 70 نقطة اي صحيح انا هذول صارت مرة بركة في تونس لان احنا والليتوال واختصفاقنا نقصد والليتوال والترج العام من بعده خرجت ما نقولوا نحن إدارة جات إدارة جديدة لدرجة جديدة سافوار كيف باش تخدم اسكو باش تكمل نفس معناها نقولوا احنا نفس السكه نتاع التوجه الجديد كانت اكيد اكيد ديما اللي سيجي ما كانش منيه نتاع تجديد لا انا بطبيعتي وقتها مازال لي عام راه فهمت وقتها مازال جا احكي معاك على الفسخ كنت لا مازال لي عام مازال لي عام جاو قال لي وقتها كيفاه وما نكورش انا شوف اللي يحب ينجح في الكوره راه يصبر بالرسم ويتعلم من الخايب اكثر من الباهي اللي نحكي لك هذه انا شويه الاكسبيرينس اللي عملتها انا معناها قالوا لي هيا كيفاه ودرشني وقت الكلام تاع وتحس ان العباد جايه معبين لهم ودنها خاطر ما نصورش جوار مسالم وناس تحبه في جمعيات قديه معناها ما نضر حد وما ما هي ظاهره انا ما عنديش الحكايه صحيحه لانها تسمع كلمة عمل المشكلة لا ما عنديش لحكيت هذي ما تحب تعمل مشكلة تلوم روحك تلوم شنو قدام لعبيه برا روح للدار كسر راسك فهمت بينك وبين روحك صحيح قال لي كيفيه عملوا كي جي بونتونير بورتوغالي بونتونير بورتوغالي زميلي بشير قال لي دوارتي المدرب هذاك اللي كان يريد في بوركينا فاسو بعد جابوا الناس اسمه شد الكلوب وبعدنا نحن لو شونتر لا 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 التونسي كان في جيبس كان في جيبس شاب الليل شاب الليل عندي مشكلة في الاسم لا ننسى فاني ترى اي برشا امشي شاب يعني فجالو بتحية والحقيقة انسان برو برشا فهمت جاي شاب عمل بينا جمعية باهية وقتها عملنا يذول حاجات تصور عمره ما سرسيها ما جاش تترويت من ديما قلت لك ثم حاجات اللي تيتر راو مش كان في تينايت هز صحيح مش نقصد راو للحاجات الخايبة مش الناس متفهمنيش ثم حاجات الكلام اللي تصحيت واللي يزمك ثم أوقات اللي يزمك تعرف كيف تكوفري جواراتك وفهمت وتخلي الجو باهي حسين معناه جونا ماشي بالقداء جينا بريسك في الاخر ورخينا شوي وكما قلت لك شمبيونا مشيت لليتوال وبعد خلاش شيء مع هاي أجديدة زاد انت هاي بريسك داوي ننظفوا قلونا داوي ننظفوا كما تعرف هاي كي تجي يخرى ونحبه فسخ وعاود صحي وذيك أخي بحاش فسخ وعاود متنجمش كي تطيح عايتولك حكيوا معاك عايتولي وقتنا احنا كبارة زادة ثمين رامي جريدي ميرا حناشي لا رامي ميرا لا وقتا انا وسليم يظهولي سليم الوحشي ودربالي زادة دربالي انا مكتبش اي اختي لهم تحبوا تفسخوا فسخوا بيناتنا كونترا ما شرط شيء بيناتنا كونترا بيناتنا كونترا يوفا الكونترا ده مشى لها روح جاد بشوية كيف متعرف انسان جدي معنا نخدم في العام هذاك وليد كابيتال ماركي من ماركي برشا معناها الحقيقه ويجيب له اي انتونير يجي نكور عنده لكن جانا اكثر انتونير البرتغال وبعد جانا انتونير الارجنتين وبعد جانا معناها نقل انتونير دخل لتونس خورخي كوستا ما انا كان عامي بشوفه الهيئه هذيك زادوني عام ولو يجري وراي باش نعاود نصحح بعد ما كانوا يحبوا فاس صحيح عاود صح نحب نقول اللي في الكورة بصفة عامة ممكن اسمعش الكلام يجي يحكم على عبد في وجهه انت ما تسوذنيك راهو ما تعرف الناس كل تتكلم صحيح ونجي نقول نشكر راهو سي لطفي ريت منه كان خير وعندي وداره سي لطفي صار عليه برشا ضغط نعرف روحه اليوم ماشي نجم يزيدنا اللبس نخرج الخروج كيف جاء من السي اس اس الخروج جاء من بعد عاد جاء الخروج جاء
وقت عودت عامين متعديد بس 3 سنين وقت عامين سي منصف اللي ما ليتش رئيس يحب جمعيته الحقيقة يحب جمعيته برش مي يمكن تنجم تحب وتنجم تعمل أما مش كل شيء تنجم تنجحه بالعاطفة العاطفة ما تنجحش المخ اللي هو اللي نجح العاطفة ما عندك ما تنجم تحبه كل شيء والعاطفة ما تنجحش المخ انت سابش نرجع للكلمة انت قلت لي بكري ما فما حتى جمعية في تونس تشبب راه والتشبيب اللي صار لي في النادي الرياضي صفاقسي إجباري مش فلوس أخو بيت وقت ما لكش الحق تشري وتعمل هاي صحيح هاي صحيح فما حتى جمعية في تونس عملت تشبيب كيما الكلوب تو صحيح هاي. فما عنده جمعية عملتها اختيار كل عملتها إجباري ورب لقاسم يفهمهم يعملوا هكاك بس ما جاوبتيش على سؤال باهي أنا قلت لك باهي كيفاه جاك عيط لك كلمك وقتها جات لغة كيما قلت أنت توا خرجت اللغة اللي يحبوا يشب أنا ديما نقول سي منصف على عيني وراسي وبالرسمي إنسان أراه إنسان بالرسمي راجل قلونا مي اللي يخدموا معاه مش الكل من ثم فئة تخدموا معاه خطيتهم الكل هما لازم باش تخرج لا مش هما أنا ديما قلت لك هما قالوا لغة تشبيك شباب على واش بيناتنا كونتريجن فسخوا أعطيني حقي كل واحد يمشي على روحه مانيش لأني مش نموت أنا ولا جماعي باش تقف عليا صحيح فهمت ربي ما ربي وفي موفي لي مكتوب غادي يجيب لي ربي مكتوب في بلاصه اخرى اي صار تفهمنا انت مي ثم حاجه لان كرول نعرف ما نتصورش انا كي مشتغل عند كرول باش يفسخ هذه من المستحيلات السبع فهمت حبي يفسخوا لي من غير ما ندخل لونترينمون تمشي بينات يعطيني حقيقه مش على راه وراه سي المنصف كيما قلت لك مش هو اللي فسخ شكون اللي انا قلت لك ثم عباد اللي تنجم تسمي اسامي ما نسميش خاطر طبعا نقول لك ما نسميش انا وخوف راني ما نسميش خاطر ما خاف من حد يعني يعرفوني لا مي ما نجمش نقول حاجه مانيش متاكد منها خاطر ثم برشا اسماء دار فهمت انا ثم برشا اسماء يلزمني كي نسمي لك عبد السلام نبدا متاكد منه 100% فهمت العباد اللي هذم اللي يحبوا يشبوا كلهم الاخر كانوا خرجوا 3 من الناس اللي كنت واقف عليهم جميع تحبوا راتك دونك طبقت الكونترا و طبقنا الكونترا وفسخنا ومشيت نجم لي بالسحر عام باهي كيف بلي توي بطولة عربية الحمد لله عام باهي والعام هذاك يقول اكثر جوار تونسي لعب اكثر جوار تونسي بالمحترفين البرا بالكل لعب تاني لعب ماتشات لعب 54 ماتش باهي كريم اذا كان تحبوا نعملوا تو مقارنة بين جمعية الاربعة هذوما الكبار اللي لعبت فيهم خمسة شنو تنجم تقول خمسة باهي لازم عندك خمسة. حق عندك حق خاطر اكثر خمسة جمعيات تتروي في تونس صحيح عنده مع سي ابي هذا كيف جمعيه كبيره لا اكيد انا ما حكيتش لعبت فيها انا جبت كبار الكل كبار في تونس ثم يمكن نعرفك تسالني السؤال هذا مخمم فيه في الانرجي نرجع شكون كي تو كومباريزون بينهم الاربعه الخمسه ولا لا انا مش نمشي معك لبيت خاطر السؤال هذا سؤال نقولوا نحن نجم يكون دوار نتاع فيلو والله دوار خاطر اسمه بيقول نحن مشكلتنا مش مشكلتنا اللي كل واحد يشوف هو جمعيته وعندها تاريخ المشكله اللي ثم جمعيات تعرف تحافظ على التاريخ نتاعها ثم جمعيات تعرف تحافظ على التاريخ نتاعها اكزامبل نعطيك الترجي هذه التونسي كيف حافظت على التاريخ نتاعها حافظت على التاريخ نتاعها قاعده تقوي في الحاضر والمستقبل مش قديمه تاريخها ضاوي ولكن جمعيات اخرى مش التاريخ نتاعها ضعف فيه بالحاضر والمستقبل عند اي قاعدتهم سؤال تو انت لا بالعكس جاوبني بالعكس جاوبتك انا اللي قلت لك كل جمعيه عندها تاريخ باهي خلينا نسهل لك انا باهي نبداو من ناحيه الاداره لا الاداره ترى زياده التونسي قايدر من ناحيه الجمهور جمهور كل جو كل 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 باهي كل كل جمعيه وجمهور باهي باش تقول لي على تحكي قالت لنا لعبت في الامام باهي تاع الجمعيه هذوما الكل انت جمهور باهي نجم نميلوا شوي للنادي الافريقي باش تقول لي عليه خاطر المشاكل اللي صارت النادي الافريقي نتصور كان صارت لجمعيات اخرى راهي في مشاكل كبيره برشا حتى الكبار هذو حتى الكبار باهي من ناحيه الفلوس الترجي هذه تونسي جمعيه خليت فيها اكثر فلوس لا هذيك ما سماش واحد ما يخليش في جمعيه ما يخليش فيها فلوس يعني الاكثر ما تعطينيش المنطق والله يا سلام كل جمعيه تخلي فيها فلوس ما نعرفش معناها
نجمش نخاطر عندهم برشا الحقيقة واللي شي فرهربوا علي والله والله أقسم بالله لا خاطر ما ثماش واحد في طول مش كان علينا أنا نحكي كي بشي فاهم على جوارات الكل ثماش واحد ما خرجش خليش فلوس بي وين كنت تخلص أكثر جوائز؟ في تونس اي فيه هذو مي في تونس اي بريس كون كل قراب لبعضهم نجم يكون شكون الدرج والأقل ستاد بي كريم بو وصلنا للربع نحن من سنة نستحسك في أكثر وقت بي 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 سي نيوز وبعد راجعين زون ميكس بي بي سي أهلا بكم هذه جلوبال نيوز بيت أعدها محمود النجار ويقرأها محمد جمال. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن أسلوب الضغط على الرقبة لتقييد حركة بعض المشتبه بهم يجب إنهاء استخدامه بشكل عام. مقطع فيديو أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر يوثق حالة إهمال لجثة مريض توفي في أحد المستشفيات العامة بالقاهرة، حيث صورت سيدة الجثة وقالت إن المريض توفي بعد